ايه يا ماك؟ يلا واحد يا الحمام. ماشي يلا يلا. تعالي هنا يا حرامية. يلا عندي مخدات رمضان، يلا مخدات رمضان. عندي اشكال كتير قوي، عندي شكل بوجي وتمتم، وعندي عم شكشك، وعندي فنانيس. يلا مخدات اشكال كتير قوي. انا وانت طيبه يا قمر. وانت طيبه يا ماما. الله يا ماما، مخدات بوجي وتمتم حلوه قوي. حاجات رمضان جميله قوي قوي المخدات دي. كل سنه وانت طيبه يا قمر. وانت طيبه يا تمتم. بكام بقى الواحده من دي؟ الواحدة ب25 جنيه. حلوه قوي قوي. تختار تيجي نختار اتنين نحطهم عندنا في الانتريه. اي يا ماما. طب يلا. عندي عم شكشك حلوه قوي، وعندي بوي وطمطم، وعندي فنانيس كمان. ايه رايك نختاروا انهي؟ انا اختار فنانيس. ماشي. اتفضلي فنانيس. عشان انا بحبه قوي. حلو قوي، شكله حلو. وانا بصراحه هاخد عم شكشك. حلو قوي قوي. بصي الجمال، ايه رايك؟ حلو قوي. هنحطهم في الانتريه. ماشي ماشي. خدي. طيب اتفضلي يا حبيبتي. شكرا يا طنط. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ينفع تغني معايا؟ اه طبعا نغني مع بعض. يلا يا غزوله. رمضان جانا وفرحنا له بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا اهلا رمضان. مش عايزه اي حاجه؟ لا عايزه سلام. ربنا يخليكي. يلا بينا يا غزوله. يلا بينا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه. يلا يلا. مخدات، عندي مخدات جميله قوي، مخدات رمضان، عندي جميع الاشكال، عندي فنانيس، وعندي بوجي وطمطم. يلا مخدات رمضان. الله، بكام المخدة دي؟ ب25 جنيه الواحدة. طب ممكن تديني واحدة وانا معايا 10 جنيه، وان شاء الله بالليل هجيب لك ال15 جنيه التانيين. لا ما ينفعش، عشان لو بابا عدى فلوس ولا انا هيزعلي. انا بقولك هرجع لك الفلوس. ما ينفعش. يعني مش هتديني واحدة؟ لا. اخر مرة؟ لا برضو ما ينفعش. طيب ماشي، انت اللي عايزة كده بقى. يلا مخدات، عندي مخدات، عندي اشكال كتيره قوي. الحمد لله. انت يا بنت ايه اللي جابك تمسحي في منطقتي؟ انت ما تعرفيش ان دي منطقتي؟ ما انا بمسح عربي. مسحتي كام عربيه؟ ردي عليا. دي تاني عربيه. هات الفلوس اللي مسحتي بيه. ده انا هجيب توه افتح لك دماغك عشان تحرمي تقفي في منطقتي. ما انا بقف في منطقتك علشان اللي رايح واللي جاي بيفضل يشتمني ويقول لي كلام وحش. ماليش دعوه، دي منطقتي، واللي يجي فيها من غير ما استاذني اجيب توه افتح له دماغه. فاهمه يعني ايه؟ لو سمحتي ساعديني. والنبي لو سمحتي ساعديني. في ايه بتزعلها ليه؟ انت مال؟ ما تزعلهاش. ليك عندها ايه انت؟ مالكيش دعوه، جت مسحت في منطقتي. مين قال لها تمسح في منطقتي؟ كنت لسه. يا بنتي انا امشي. يلا الله يسهلك. يلا. كنت لسه ماسحه عربيه ب10 جنيه واخدت ال10 جنيه مني. دي بنت غلبانه، دي بتيجي عليها ليه انت؟ حرام عليك. انت مالك؟ وبتاخدي فلوسها ليه انت؟ يا ست انت مالك؟ انا حارة عشان جت مسحت في منطقتي. خلاص هي مش هتيجي في منطقتك تاني. اتفضلي. لو شفتك في منطقتي تاني هجيب طوبه وافتح لك. خلاص خلاص اتفضلي. لو سمحتي انا تعبت وزهقت من مسح العربيات، ينفع تشغليني معاكي؟ ربنا يخليكي. اي حاجه ان شاء الله ب10 جنيه او ب15 جنيه اللي انت عايزاه، اللي انت تديهولي حلو. اصل انا ببيع لوحدي. ما انا عايزه اشتغل معاكي علشان اللي رايح واللي جاي بيفضل يزعلي ويشتمني ويقولي كلام وحش. طب خلاص بيعي معايا وخلاص. بجد؟ عشان ما تروحش بقى اختي. ربنا يخليك يا رب، ويخلي لك امك وابوك، ويشوفوك دكتوره قد الدنيا يا رب. انت طيبه قوي. وانت صعبتي عليا والله. طب انا هنادي هقول ايه؟
بصي قولي مخدات رمضان. حاضر. ماشي؟ يلا مخدات رمضان، عندنا مخدات رمضان. يلا مخدات رمضان، عندنا مخدات رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. يلا مخدات رمضان. عندنا شكل فنانيس، وكمان عم شكشك وبوجي وتمتم، كل سنة وانتوا طيبين. يلا مخدات. انا عايزة مخدة. الله، ده اشكالهم حلوة قوي يا فاروق. ايوه يا بوجي. عايزة بقى شكل ايه يا روزة؟ عندي بوجي وتمتم، وعندي عم شكشك، وعندي فوانيس. بصي انا عايزة واحدة لاختي واحدة لي. عايزة واحدة الحياة كمان؟ استني. الله، اهي اللي مكتوب عليها رمضان كريم اهي. بس اختر. طب وريني الشكل بتاعك كده. صدق انت الشكل بتاعك احسن. بص دي بقى هتبقى الفروز، ودي الحياة. تمام؟ ماشي. بس بص هنسموه دي حياة؟ نسموه دي حياة؟ فيروز. طيب. بس هطلب منك طلب. ايه؟ تنيميني عليها وتلعبيني معاك. لا. عشان خاطر، عشان خاطر. تجيب واحدة ايه؟ عايزك واحدة يا عمو؟ لا الله يخليك يا حبيبتي. عاملين كام دول؟ الواحدة و25 كده 50 جنيه. خلاص تمام. مبسوطة يا روزة؟ أيوة يا بابا. طيب يا عمو. وأنت طيبة يا حبيبتي. مين حبيب بابا؟ أنا. مين روح بابا؟ إيه يا حبيبتي؟ ينفع تغني معايا؟ أغني معاكوا؟ اللي أنتوا عايزينه أغني معاكوا طبعًا. وحاوي يا وحاوي ايوه حاوي كمان وحاوي ايوه حاوي روحتي يا شعبان ايوه حاوي جيت يا رمضان ايوه حاوي يا وحاوي ايوه حاوي كمان وحاوي ايوه روحتي يا شعبان ايوه حاوي. صوتكم حلو قوي، ربنا يخليكم. عايزين حاجه؟ لا عايزين سلامتك. يلا بينا يا يوزا. يلا المشي بتاعتنا. لا ام ام توت توت عطر صغن توت توت. يلا مخدات رمضان، عندي اشكال جميله قوي، كل سنه وانتوا طيبين. يلا مخدات رمضان حلوه قوي، كل سنه وانتوا طيبين. يلا مخدات. بنت الحراميه بتعمل ايه عندك البنت دي؟ هي بتشتغل عندي. ايه دي حراميه، هي واختها. هي؟ وعندها اخت كده اكبر منها حبه. دي حراميه. انا حراميه يا مسمار؟ ايوه حراميه. ده انت اللي حرامي يا كداب. انا مش حراميه ولا انا ولا اختي. طب ايه الاثبات اللي هي حراميه طيب؟ ايه؟ ايه هو الاثبات؟ انا اقول لك، امبارح في شهر 60 واحد مسكهم شماته معلقه، كانوا مسوقين عربية. يا حراميين. احنا مش حراميين يا اسطى، احترم نفسك. وبيمسوقوا عربيات هي واختها وحراميين. يا حراميين. ده انت اللي حرامي يا كداب، احنا مش حراميين. يا حرامية. ايوه ليا اخت. ما هو كلامه صح كده. يا حرامية. انا مش حرامية يا مسمار، امشي من هنا. يلا يا حرامية يا ولد. امشي من هنا. حرامية. ما هو كده كلامه صح. يا أمنية، أنت تعرفي دي مهزلة. أمشي من هنا يا مسمار. يا حرامية. أمشي بقول لك من هنا يا حسلة. يا عم شكشك كمان. لا لا يا عم شكشك. يما البنت دي حرامية. إيه؟ امشي خلاص يا حرامية. لا تمشي يا مسمار بقى. ماشي يا حرامية. يا حرامية. غور من وشي. يما الحرامية اهي، الحرامية اهي، الحرامية اهي. امشي يا مسمار. عم شكشك شك 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 شك. ما تمشي يا عم شكشك. ماشي يا عم شك. عم شكشك يا عم شكشك شك شك شك. انت ليكي اخت؟ بصراحة يا امي انا ليا اخت اهو. يعني كده كلامه صح بقى. لا يا أمنية، أنت تعرفي عني كده يا أمنية؟ أنت لو شفت أختي هتصعب عليكي، دي أختي طيبة أوي وغلبانة يا أمنية. أوعي تكوني بتزكي عليا. لا، ده هو بصي هو بيضحك عليكي علشان أنا وأختي بنمسحها عربيات، هو بيتغاظ مننا. وعلى فكرة يا أمنية، أنت شفتي مني حاجة وحشة لغاية دلوقتي؟ لا، على العموم أنا مش مصدقاكي. انا مصدقاكي انت. اختي طيبة يا انا عارفة انت جميلة وطيبة كمان. شكرا. وعمرك ما تسرقي اي حاجة كمان. انت اللي طيبة. انت مش حرامية وامينة كمان. انا مصدقاكي.
يلا مخدات رمضان. يلا مخدات رمضان. يلا مخدات رمضان. مش انت الحرامية اللي سرقت العجلة؟ في ايه؟ انا مش حرامية. مش حرامية؟ بالامارة انت اسمك مكة واختك اسمها سوكا. هي اختك اسمها سوكا؟ اختها اسمها سوكا. بس اختها طيبة. طيبة؟ انت اللي طيبة. ده هم حراميين، ده بابا مدهم عشان سرقوا العجلة من عندنا من الجنينة. يعني اختها مش طيبة؟ لا مش طيبة قد كده، ولابسة عباية حمراء، ما عندهاش غير العباية الحمراء دي بتلبسها كل شوية. وبتقولي اختك طيبة وانا مش حرامية؟ ده انا اتأكدت، دي كل الناس بتقول عليك ان انت حرامية. هي اختها حراميين سوكا وهي مكة. احنا مش حراميين، حرام عليك. يا عيني مش حرامية هي واختها. يا عيني صعبتي عليا. شكرا. يا امنية انا مش حرامية. بس انا عايز اقولك على حاجة، خلي بالك من حاجتك عشان هي ما تسرقهاش. اوعي تسرقي حاجتي. انا مش حرامية بقى. انا مش حرامية. بس ما يخلاش عليك الدور دوت. ماشي امشي من هنا. يلا امشي من هنا يا حرامية. انا مش حرامية. انا كده بقى صدقت بجد ان انت حرامية. كل الناس بتقول عليك ان انت حرامية. بس لو سرقتي حاجتي بقولك تاني اهو، لو سرقتي حاجتي انا مش هسيبك. يا امنية دول بيضحكوا عليكي. يا امنية كل الناس دي بتضحك عليا ليه؟ والله العظيم الناس كلها جاية عليا انا بالذات، انا واختي. انت مش مصدقة ليه ان اختي طيبة؟ احنا مش حرامية. خلاص طيب. يلا مخدات رمضان. يلا مخدات رمضان. انا مبسوط منك قوي يا ابو السيره عشان انت صايم. ماشي يا بابا، الله يخليك ليا. بابا عايز مخدات بوجي يا بابا. عايز مخدات بوجي؟ ايوه يا بابا. اللي انت عايزه يا ابو السيره، تعرف اجيبها لك ليه؟ عشان انت صايم وجدع. ربنا يخليك ليا يا بابا. ويخليك ليا يا حبيبي. حبيبتي بكام مخدات بوجي؟ 25 جنيه يا عم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. هي دي اللي انت عايزها؟ ايوه يا بابا. اتفضلي يا حبيبتي. عمو. ايه يا حبيبتي؟ ينفع تغني معايا؟ طبعا يا حبيبتي. رمضان جانا وفرحنا له بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا له سهرتوا له، غنوا وقولوا اهلا رمضان. رمضان جانا اهلا رمضان، قولوا معانا اهلا رمضان جانا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. مبسوط يا ابو السيد؟ مبسوط يا بابا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. يلا مخدات رمضان، عندي اشكال كتيره قوي. مكه. نعم يا امنيه. بصي انا هدخل الحمام. ماشي ماشي يا امنيه اللي انت عايزاه. خلي بالك على الحاجه. ماشي حاضر. ما تخافيش، دي في عيني يا امنيه الاثنين. ماشي يا سوكا. تعالي يا سوكا، تعالي. ايه يا مات؟ يلا روحي تعملي الحمام. ماشي يلا يلا. تعالي هنا يا حراميه. شفتكوا يا حراميه، انا كنت بختبرك واشوفك هتعملي ايه، تسرقيني ولا لا، كنت عايزه اشوفك امينه ولا لا، وطلعت حراميه شبه ما الناس بتقول عليكي. وانت اختها بقى سوكا. انا الزل الاحمر اهو كمان. دي اختها الكبيره، بتشجعيها ليه كده؟ بتشجعيها على السرقه، بتشجعيها على الحاجه الغلط بدل ما تنصحيها. مسكتك ومسكتك، تعالي. ايه يا عمو؟ لا مفيش يا حبيبتي، ده انا بدور عليكوا بقالي ساعتين. ليه يا عمو؟ يا حرامية انت. وانت انا. انت ايه بقى؟ حرامية. ثواني، ايه السكوتر الكهرباء بتاع ابني؟ والله لو ما طلع ما هسيب. وانتوا عارفين هعمل فيكم انتوا الاتنين. يلا السكوتر فين؟ طب بص يا عمو يا حراميه، هقول لك هو فين بس والنبي تسيبنا يا عمو. قولي. ده انا مش هسيبكم. بقينا عند بتاع العجل ب 100 جنيه. ب 100 جنيه؟ ب 3000 جنيه ب 100 جنيه يا حراميه. ما هو الراجل قال لنا ده مستعمل يا عمو. والله ما هسيبك انت الاتنين، مش هسيبكم يا عمو. ما تسيبهمش يا عمو. وانت تعرفين منين يا حبيبتي دول؟
البنت دي جت لي الصبح وقالت لي عايزه اشتغل معاكي، فصعبت عليا وشغلتها معايا. لقيت الناس كلها بتقول عليا انها حراميه، فقلت بقى اختبرهم واستخبى ورا الشجره دي، ولقيتهم هما الاثنين بيجروا بحاجتي، فمسكتهم قلت لهم يا حراميه وانت جيت بعد كده. اي والله ينور عليك، انا اهم حاجه عاوز السكوتر بتاعي. انا حاجه يا عم، اتفضلي. انا بتعلم ليه؟ عشان لما حد يتذاكى عليا انا اللي اتذاكى عليه مش لا هو. لا جدع والله انت جدع، وخلي بالك وانا صايم وممكن افطر عليكم انتوا الاثنين. ماشي ايه يا حبيبي؟ اقعدي ثابته لما اتكلم عشان ما تديكيش باليد في وشي. ما تعملهمش حاجه والنبي، عشان هم اكيد ما عندهمش اب وام ينصحوهم، يقولوا لهم الغلط فين والصح فين. تمام، هتجيبي لي السكوتر يا بنت؟ هجيبهولك يا عم. تعالوا معايا. بصوا انا صايم مخيش افطر عليك انت وهي تاني. خلاص يا عم والنبي، اللي هيتكلم هديله باليد في وشه. حاضر. ماشي، وانت جدع حبيبتي والله، والله انت عجبتيني. شكرا يا عم. الله ينور عليك. ماشي، مش عاوزه حاجه؟ مع السلامه. بعد اذنك، دي شغلتي النهارده. طب استنى يا عم، هسيبك؟ طب سيبني. هنورك بالكوع في وشك، هكسر لك وشك يا عم والنبي عشان دراعي وجعني. يلا يا عم، يلا مخدات رمضان. عندي مخدات رمضان، كل سنه وانتم طيبين. عندي جميع الاشكال.